السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه ريش، بس الوصفه دي انا دقتها من فتره وعجبتني جدا جدا وقررت ان انا اطلعها لكم. يعني انا عارفاها من زمان بس الصراحه ما كنتش جربتها، بس لما جربتها لقيت طعمها حلو قوي. الوصفه دي مكوناتها بسيطه بس طعمها حلو. هنعمل ايه؟ عايزين ريش كوستاليتا، وعايزين ملح وفلفل، وعايزين زيت زيتون، نص كوباية بقسماط، 2 معلقة كبيرة فستق مجروش وممكن نستغنى عنه، 2 معلقة كبيرة بقدونس، معلقة كبيرة جبنة بارميجان، وملح وفلفل، وممكن تحطوا كمان بودرة ثوم وبودرة بصل مع البقسماط اللي عندنا. اوكي طيب، دلوقتي علشان نعمل الوصفة دي عايزين اول حاجة هنعملها ان احنا عايزين نجيب صينية. هلبس جلافز. يعني في وصفات كده الواحد بيسمع عنها كتير بس ما بيكونش جربها وما بيجيش في باله حتى ان هو يعملها او يجربها، بس لما بتجربها بتقول انه فعلا انها حلوة وتستحق انها تتعاد اكتر من مرة. الوصفة دي من الوصفات دول، يعني من زمان عندي وكذا مرة اشتري كتب الاقيها فيها، كذا مرة افتح النت الاقي شيفات اجانب عامة عاملينها، بس ما فكرتش ولا مرة ادوقها ولا اجربها. طيب هناخد خلي دلوقتي الريش هنا، عايزة بس زيت الزيتون. دلوقتي انا مش هستعمل غير بس الملح والفلفل. حط شوية زيت زيتون هنا، وهاخد الريش اللي عندنا وهحطها كده حسب بقى الكمية اللي أنا عايزة أعملها. دلوقتي انا بس هحط للكوستاليتا بتاعتي دي بس ملح وفلفل. اوكي بس كده خلاص. خلاص هنحط لها شوية ملح وشوية فلفل. دلوقتي هاخد الكوستاليتا اللي عندنا وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 وهقعدها 20 دقيقة أو 25 دقيقة، على لأن الكوستاليتا عندنا هنا شوية تخينة فحسبها تقريبا 25 دقيقة لنص ساعة. خلاص دي أول خطوة في الكوستاليتا بتاعتنا. زي ما قلنا من 25 ل 30 دقيقة هخليها في الفرن. دلوقتي بقى هناخد البولة اللي هنعمل فيها الخلطة بتاعتنا. هنحط البقسماط اللي عندنا. الفستق لو مش عايزين تستعملوه استغنوا عنه، مش هو يعني بيدي طعم لطيف، بس يعني لو مش حابين تستعملوه عادي ممكن تستغنوا عنه. هنحط البقدونس وهنحط شوية ملح، شوية وشوية فلفل، وهنحط شوية بودرة ثوم وشوية بودرة بصل، يعني معلقة صغيرة مثلا ومعلقة صغيرة. ونحط شوية كمان،
يبقى كده حطينا الثوم، بودرة ثوم وبودرة بصل. نرجع تاني نقول المكونات اللي حطيناها هنا، بقسماط وفستق بقدونس وبودرة ثوم وبودرة بصل، وتقدروا تحطوا كمان الجبنة البارميجان، مفيش بارميجان استعملوا جبنة رومي لأن الاتنين شبه بعض جدا. خلاص يبقى كده بقسماط، لو مش عايزين تحطوا بقدونس، انا شخصيا بفضل ان احنا نحط الاعشاب الايطالية بتدي طعم حلو، بس لو مش عايزين تحطوا بقدونس، حابين تحطوا روزميري، حابين تحطوا حاجة تانية، ريحان، يعني ممكن تحطوا الحاجة اللي انتوا حابينها، بس هي المهم في الفكرة. خلاص دي المكونات اللي عندنا زي ما اتفقنا، بقسماط، جبنة، بقسماط وجبنة رومي، بودرة ثوم، بودرة بصل، ملح وشوية فلفل، وحطينا معاهم بقدونس، وحطينا ايه تاني، وحطينا الفستق، وقلنا ممكن تستغنوا عنه. كده احنا خلصنا الخطوة الاولى من الوصفة بتاعتنا، جهزنا التغليفة وحطينا الكستريتا بتاعتنا في الفرن تستوي. هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض وصفة تانية وهنستعمل فيها عجينة العشر دقايق. الوصفة دي هي فطاير السجق الشرقي. علشان نعمل الوصفة دي طبعا عايزين العجينة بتاعت العشر دقايق، احنا عملناها كتير جدا وقلناها كتير قوي، بس برضو كل مرة هستعملها هقول لكم هي بتتعمل ازاي في السريع، بس مش هنعملها لان احنا عملناها كتير قوي. هي عايزة 5 كوبايات دقيق، وعايزة 2 كوباية مية، ومعلقتين كبار خميرة، ومعلقتين سكر، وتلت كوباية لبن بودرة، ورشة ملح، ونص كوباية زيت. أول حاجة هنحط 2 دقيق، 2 مية دافية، 2 خميرة، 2 سكر، 3 كوباية لبن، رشة ملح. هنحطهم مع بعض في العجانة، وبعدين أو ممكن بإيدينا، وبعدين هنسيبهم شوية لمدة 10 دقايق. هنلاقي العجينة اختمرت، هنروح ضايفين عليهم 3 كوبايات دقيق مع 0.5 كوباية الزيت، ونعجنهم كويس تقريبا 5-6 دقايق، وبعدين نبتدي نشتغل فيها عادي جدا. طيب احنا دلوقتي عندنا هنقول عجينة العشر دقايق خلاص، هنبتدي نعمل الحشوة اللي عندنا. الحشوة اللي عندنا علشان نعملها عايزين بصل، وعايزين سجق، وعايزين فلفل اخضر، وطماطم مقطعه مكعبات، ثوم، وبقدونس، وملح وفلفل، وشويه بهارات. وطبعا دي العجينه بتاعه العشر دقايق بتاعتنا اللي احنا هنستعملها. طيب السجق انا عايزه بس اقطعه شويه، بس على ما نقطعه خلينا نحط البصل والفلفل اللي عندنا شويه، انا بس عايزه اسويهم، مش عايزه اخلي ادخل الحاجات دي نيه الفرن. نحط البصل والفلفل، عايزين تحطوا حراق حطوا. طبعا احنا هنحط كمان جبنه رومي على الوش بتاع الفطاير بتاعتنا. طيب دلوقتي هنجيب بس جلافز وسكينة، وفي هنا كمان سكينة، وهقطع السجق حسب ما انا عايزة بقى التقطيعة. انا هقطعه قطع يعني تميل للأصغر من المتوسط يعني. ناخد بقى السجق اللي عندنا ونحطه على البصل والفلفل مع الزيت، كله على النار.
عندنا بقى هنا كمان الثوم والبهارات، ده اللي هنحطه دلوقتي، الطماطم والبقدونس هيتحطوا بعد ما نشيل الاكل من على النار. ادي الفلفل وادي البهارات وادي الملح، والسجق طبعا بيبقى مملح فمش هنحط ملح كتير، وادي الثوم. هقلبهم بقى دلوقتي في النار لغاية ما يستووا، بس يخلصوا هحط لهم الطماطم والبقدونس. طيب احنا هنطلع احسن فاصل ونرجع بعد الفاصل تكون السجق بتاعنا استوى وبرد شوية علشان اقدر احطه على العجينة بتاعتي. فهنطلع دلوقتي فاصل وبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى هناخد الخليط بتاعنا وهو يعني برد شوية، هنحط معاه الطماطم وهنحط معاه البقدونس. كده تمام التمام. دايما دوقوا دايما دوقوا دوقوا دوقوا، عشان الدوق هو اللي هيظبط لكم الطعم. طيب دلوقتي احنا عايزين ناخد شويه عجينه، هناخد حته من العجين اللي عندنا هنفردها شوية بشكل طولي. النشابات دول ما بحبهمش، ما اعرفش اشتغل بيهم كويس. انا بحب النشابة اللي ايديها بتلف. طيب هنفردها كده كمان، وبعدين هنبتدي نلفها من الجناب. يعني هاجي هلفها كده وكده ومن هنا كمان هلفها كده وكده كده اهو وكده اهو، وبعدين هجيب الميه هبل ايدي بشويه ميه وهحط كده ميه وهنا، وهروح ضمه دول بالشكل ده كده تمام. بعدين هناخد بقى معلقه وهناخد من الحشوة بتاعتنا ونحط هنا في النص كده اهو كده، هنرش شوية جبنة رومي على الوش، وهناخد الفطيرة بتاعتنا دي بقى هنحطها في الفرن على درجة حرارة 180. انا بحب احطهم على 180-200 بالكتير جدا، بس الاول هندهنها بيض. من هنا هندهن الاطراف كلها بالبيض، هدخلها الفرن على درجه حراره 180 او 200، يعني من 180 وبين 200 حسب الفرن بتاعك، وهتقعد تقريبا 10 12 دقيقه بالكتير،
وهتكون بقت مستوية ومظبوطة مية مية. عايزين هنعمل خطوة بس سريعة مع بعض عشان ايه نطلع فاصل واحنا مرتاحين. طيب دلوقتي احنا طلعنا الريش اللي عملناها في اول الحلقة تمام، وعندنا هنا من ضمن المكونات طبعا في الماسترد، وعندنا فرشة. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الفرشة اللي عندنا وهناخد الماسترد اللي عندنا وهنروح للريش هناخد الريش كده نشيل دول من هنا، وهناخد الخلطة اللي احنا عملناها من الاول. هناخد ريشة اوكي، هحط عليها ماسترد وهاخد الريشة بتاعتي وهغطسها في التلفيل اللي قرمشة اللي انا عاملاها دي في ال كده اوكي. بس اهي ده هيبقى شكلها، شايفين؟ هرجعها بقى تاني على الفرن، بس هحطها في صينية تانية ما تكونش فيها اثار اللحمة. هرجعها تاني على الفرن، هتقعد كمان بس يعني يمكن 10 دقايق بس لغاية ما تتقرمش كده الطبقة دي ونطلعها. فدلوقتي انا هكمل كل اللي عملته ده في بقية الكوستاليتا اللي عندي، وهدخل العجينة الفرن وهنطلع فاصل، وبعدين بشوفكم بعد الفاصل عشان نكمل مع بعض بقية وصفات. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا هنا طلعنا الريش المشوية بتاعتنا، شوفوا ازاي عملت طبقة مقرمشة لذيذة فوق، لذيذة جدا مش بس لذيذة. دي بعد ما قعدناها تقريبا ربع ساعة في الفرن، يعني زي ما تحمر معاكم. ودي وطبعا دهناها بالماسترد، ما تنسوش لان الماسترد هو اللي هيخلي الخليط بتاعي يلزق في اللحمة، لو ما حطناش الماسترد مش هيلزق. دي المعجنات اللي عملناها بتاعت السجق الشرقي، لطيفة جدا، لازم تجربوها تعملوها هتحبوها. دي بقى اللي لسه هنعملها دلوقتي، اللي هي التشيز كيك المخبوزة، تشيز كيك الشوكولاتة المخبوزة، وهوريكم ازاي ممكن تعملوها بحيث ان هي تطلع طبقة مقرمشة كده زي اللي انتوا شايفينها دي. الطبقة اللي فوق دي بتبقى زي المرنج كده، شايفين ازاي؟ بتبقى زي طبقة مرنج، ما بتبقاش كل التشيز كيك. فتيجوا تاكلوها من فوق تحت طبقة مقرمشة، بعدين تخشوا على حاجة ناعمة 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 ناعمة، وبعدين توصلوا تاني لطبقة البسكوت المقرمشة. فالقوام بتاعها بيطلع حلو جدا، ودلوقتي هقول لكم ازاي ممكن القوام يطلع معاكم كده مقرمش من فوق. طيب احنا بس عملنا خطوه سبقتكم فيها، اللي هي ان احنا حطينا البسكوت اللي عندنا مع الزبده في الصينيه وضغطناه ودخلناه الفرن 10 دقائق. المكونات خلينا نقولها مع بعض، عندنا تشيز كيك الشوكولاته المخبوزه، 3 كوب سكر مطحون، قصدي 3 كوب بسكوت مطحون، اسفه، بسكوت قمح مطحون، ولو حابين تحطوا له معلقه كاكاو اوكي، بس انا حبيت انه يكون في فرق بين الشوكولاته وده. ف 3 كوب بسكوت مطحون مع 100 جرام زبده، خلطناهم وضغطناهم وحطيناهم في الفرن 10 دقائق خلاص. دي كده. طيب عندنا 600 جرام جبنه كريمي، 200 جرام شوكولاته مذوبه، 3/4 كوباية سكر، 3 بيض فانيلا، وللوش عايزين كريمة مخفوقة وشوكولاتة مبشورة خشن. طيب اول حاجة هنعملها دلوقتي ان احنا لازم نعرف ان احنا لازم نطلع الجبنة الكريمي من التلاجة قبل الاستعمال بساعة، يعني لازم توصل لدرجة حرارة الغرفة قبل ما استعملها.
بعدين هحطها دلوقتي في العجانة. هحط لها السكر، ثلاث ارباع كوباية سكر، وهحط لها البيض، وتالت بيضة، والفانيلا. خليني اشيل دول من هنا، خليني اروح اجيب الشوكولاتة. صحيح شوكولاتة، بس انا سايباها كده في الفرن، الفرن سخن بس مطفي، فسايباها فيه بس وهو مفتوح بس عشان تفضل سخنة ما تجمدش. خلاص كده تمام. خليني اشوف بس ان كل، اتاكد ان كل الجوانب عندي مختلطه. شايفين مرات بتبقى بتلزق في الجناب وما بتختلطش بالخليط اللي عندي. خلاص تمام. طيب دلوقتي هاخد الشوكولاته اللي عندنا اللي احنا مدوبينها وهحطها، هضيفها للخليط، وهو ده اللي هيديني طعم الشوكولاته في التشيز كيك بتاعتي. فطبعا لازم نجيب شوكولاته يكون نوعها حلو. خلاص كده تمام. هطلع هاخد بقى الخليط بتاعي وهحطه فوق البسكوت، بس برضو نتأكد ان كله مخلوط كويس. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم ازاي ممكن نكسب الطبقة المقرمشة اللي فوق دي. هنجيب صينية، خلينا نقفل ده، نحطها هنا، وهنجيب دلوقتي الفويل. هناخد بقى الفويل اللي عندنا ده وهحطه قدامي كده وكده، هاخد الصينية واحطها كده في النص وهقفل عليها كويس بالشكل ده. ليه بقى؟ لاني هاخدها هحطها في صينية، والصينية هحط فيها مية،
والفويل ده طبعا هيمنع ان الصينيه يجي عليها ميه. دي مش الطريقه الاساسيه ابدا ان احنا نعمل التشيز كيك. لا، في تشيز كيك كتير بتتعمل من غير ما تتحط في حمام مائي وبتطلع تحفه، ابدا مش شرط دي، بس احنا هنعملها النهارده كده. ايه اللي هيحصل؟ انا هسيبها ساعه وربع. لو سبتها ساعه هي هتطلع طريه، يعني هتطلع حلوه كلها وطريه، بس لو سبتها كمان الربع ساعه دي هنكسب الطبقه المقرمشه زي الطبقه اللي بتطلع معانا في التشيز كيك اللي انتم شايفينها دي، بتبقى طبقه في فوق زي المارينج بالظبط، وبعدين قرمشه ناعمه كده زي كانها زي المكرونه. فهناخد الكيكه بتاعتنا، التشيز كيك بتاعتنا، هنحطها في الفرن على درجه حراره 180، هسيبها ساعه وربع بالظبط في الفرن. وبس تخلص من الفرن بفتح الباب كده بورب شويه وبسيبها في الفرن لغايه ما تبرد وباب الفرن مفتوح، بس مش هطلعها على بره على طول كده. بعد ما تطلع وتبرد هنحط لها فوق الكريمه المخفوقه، وهنحط لها شوكولاته مبشوره، وعامه الزينه بتاعت الوش دي حسب الرغبه. دي كانت وصفتنا اللي عملناها معاكم للنهارده. عملنا الكوستاليتا المقرمشه، طعمها لطيف جدا، والقرمشه دي بتديها نكهه حلوه قوي. وعملنا الفطاير السجق الشرقي، برضو طعمها شرقي شرقي جدا، يعني كله شرقي، الجبنه الرومي، السجق، كلها طعمها حلو قوي. وعملناها بعجينه العشر دقائق طبعا، العجينه اللي هي بصراحه لغايه دلوقتي ما جربتهاش في اي وصفه وخذلتني، الحمد لله عجينه تحفه. وعملناها وعملنا كمان التشيز كيك الشوكولاته المخبوزه، زي ما انتم شايفين قلت لكم ازاي ممكن تعملوها بحيث انكم تكسبوا الطبقه المقرمشه اللي فوق دي. بتمنى تكون وصفتنا للنهارده عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده ان شاء الله. باي باي.